يا كنوف من الريان منشاها، عبد الله. تشرفنا اخت لطيفه، لو كان تحكي لنا ايش اللي تطبخونه اليوم؟ بيسوون خبز رقاق. خبز رقاق عباره عن ايه يعني؟ عن عجين. يحطون فيه مثلا الملح والشكر ويعجنونه والماء. خبز رقاق اذا تسوونه يعني كل يوم ولا في مناسبات خاصه قطريه؟ لا عادي اي وقت نبي نسوي فيه، مناسبات، في حفلات، في عزايم. وكيف يعني ياكلوه؟ ياكلوه مع حاجة ثانية ولا ياكلوه لحاله؟ لا معاه، يعني مثل البيض والجبن والزعتر والعسل والمهياوة، وايد اشياء. نحن نعرف انه كثير حاجات شعبية او تقليدية يتم تطويرها بمرور الزمن. خبز رقاق يعني هل تم تطويره، يعني عملوا معاه حاجات ثانية ولا تاكلوه عادي بالأكلة التقليدية أو الشعبية القطرية؟ يعني هو شيء قديم بس إنه هم الحين قاعد يسوونه، يعني يحدثونه، يسوونه شيء حديث يعني، بس هو ما زال يعني شيء قديم من عادات وتقاليد. شكرا أختي. العفو.